الخط التركي بعد صدور قرار التحكيم لغرفة التجارة العربية الفرنسية في 24/3 من 2023 التزمت تركيا، قالت أوكي أخذ السلام وقالت ماشي وقفنا التصدير. العراق قال لك إيه خوش، إحنا ما شاء الله تركيا وافقوا، قعدوا في أيام رتبوا أمورهم، أعلنت وزارة النفط العراقية أنه هاي راح إحنا مستعدين راح نصدر النفط مال إقليم سومو، ترجع تصدره عبر جيهان. أتراك ما جاوبوهم، يوم يومين أسبوع شهر شهرين، وعندك الحساب من 25/3 لحد الآن بدأت هسه تطلع شوية شوية. طلعت الزواغير المضمومة سابقا، طلع الإقليم عند اتفاقيات خاصة هاي الخمسين سنة نسويها ويا تركيا، واحدة من يقال أنها 50 سنة، هل هي صحيحة أم أقل؟ لا ذكرتها تركيا، لا ما قالتها تركيا. اثنين، أكو خصومات، لأن تركيا تأخذ جزء من النفط المصافي مالته مصفى كركلة وغيره، فهي تأخذ خصم، الخصم قد يصل إلى 12-13 دولار، تأخذ رسوم، الرسوم اللي عبر الخط التركي بداخل تركيا إلى مبلغ معين أيضا يصل إلى حوالي 5-6 دولار. زين، فيقال ولحد الآن ماكو وثيقة رسمية تدل على أنه تركيا تقول لك يستمر الاتفاق ويا الإقليم بسريانة، خصم يستمر، الشركة التركية تبقى، الشركة التركية موجودة عندهم هي اللي بوتاش متوقف عملها بوت، يعني ما عندهم هسه، بس هم كانوا يراهنون اصلاح الخط التركي في داخل تركيا، اي داخل انهاء المقاصة مع ايران، يراهنون على اساس يعني هم انه تركيا دا تخسر الرسوم. قال لك شنو الرسوم؟ شيء اخر، على العراق ان يتنازل عن 1.5 مليار اللي حكمة الأمياها وسحب الدعوة الثانية وعدم إقامة الدعوة، لأن هاي 1.5 مليار هي مقامة سحبها الآن الأردن، 1.5 مليار هي لغاية 2018، فيريدون العراق يتعهد ما يقدم دعوة للفترة من 2018 لحد الآن. هاي كلها طالبة، وحكوا راح يزور تركيا، راح يزور العراق أردوغان، وينه؟ بعد النية مو صافية، النية مو صافية. اي فبالتالي اقول لك انا الوقت خلص.